في إطار تطبيق البرنامج الرياضي السنوي المسطر من قبل المديرية العامة للأمن الوطني لكافة مستخدميها، أشرف اليوم السيد المفتش الجهوي لشرطة الوسط ممثلا عن السيد المدير العام للأمن الوطني على نهائي كأس الجزائر للشرطة ما بين مصالح الشرطة لكرة القدم داخل القاعة للموسم الرياضي 2023-2024. هذا النهائي جمع بين فريق ناحية الوسط ضد نظيره فريق الجنوب الشرقي. شعور ما نقدرش نوصفه، شعور رائع، لأنه بعد طول الموسم، بعد شقاء وبعد عناء طول الموسم، راكم تشوفوا رانا جبنا تحقيق الفوز وتحقيق الكأس وكأس الجزائر.